فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا شخص فلسطيني ويستحلف القارئ أن يقرأ هذا السؤال فيقول: ما حكم العمليات الانتحارية في بلدنا فلسطين؟ الأصل أن الله حرم على الإنسان أن يقتل نفسه، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وفي الحديث: من قتل نفسه بحديدة فحديدته بيده يتوجأ بها في نار جهنم، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فإنه يتردى في نار جهنم. لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه، ما يجوز هذا إلا إذا كان مع المجاهدين، إذا كان مع المجاهدين في سبيل الله، مع إمام ومع قائد ومع مجاهدين، وارتكب خطراً لأجل إنقاذ المسلمين أو لأجل الفتح للمسلمين. فهذا هو ما قصد قتل نفسه، لو قصد قتل نفسه يأثم، لكن قصد نفع الجهاد فقط. فهذا إذا كان فعل هذا فلا بأس، لأن الصحابة كانوا يغامرون، يدخلون في الجموع، يدخلون في الجموع وقد يتسلقون على الكفار، لأن المصلحة أرجح، مصلحة راجحة. أما هؤلاء فالمضرة أرجح، المضرة أرجح، فلا يجوز. إذا كانت المضرة راجحة أو مساوية لا يجوز، إنما يجوز إذا كانت المصلحة راجحة وهو مع جيش ردء له، مع جيش ردء له، مع قائد مسلم، فهنا يجوز الإنسان يغامر بنفسه لأجل مصلحة الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصر المسلمين، وقد ينجو وقد لا ينجو، هو ما قصد قتل نفسه، ما قصد هذا. نعم.